باي ذا واي بدي اقول شغله انه اجينا حق الرد. يعني في ضيف من الضيوف او في شخصيه معروفه اليوم انت ترجمت عليها ونحن مثل مره مش يعني اليوم بس انه ببعض الحلقات ومثل حيلا اي برنامج بحق لنا نعطي حق الرد. تعرف من مين؟ اكيد. مين؟ سيمون اسمر. لا. الوزير جبران باسيل. لا. مين؟ خلينا نتابع سوا. شيف أنطوان، شو بتحب ترد على آخر شيء صار اللي عمله نادي أبو شبكة من بمنا وجر والقلدك؟ شيء كنا بدنا ننتقل شوي العيار أكثر لنادي أبو شبكة، بس بحترم البرنامج اللي هو منا وجر والكل القايمين عليها، فعلا برنامج كتير حلو وبينحضر، بس نادي شوي عم بيزيدها وهو عم بيحاول ياخد فرد مرة طريق الشهرة القوية من وراء الشيف أنطوان، عم بيقلد بعض الفنانين اللي بينتقلوا للشيف أنطوان وانشهروا، ولكن بقول له لا بده كتير بعد، خليه يعمل يضل يعلق على مرته، هي اخذ خبرة كتير من البيت مع مرته ودبيكه وياها، صار عنده البراتيك اللازم، مشان هيك عم بيأديه كتير مزبوط كيف يعلق على مرته، بده كتير بعد ليعلق على الشيف أنطوان وياخذ شورته من الشيف أنطوان. بس كتير بحبك هو. هلا هو بيحبني بالفعل بس عم بيزيدها، انا بحبه كنت وبعزه بطلت هلق اكيد بقول لك بطلت ما عندي مشكله وبعده بحبه يحبني حتى من بعد ما يحضر هيدا الشيء. انا بحب برنامج منا وجر وبدي له كل الاحترام لبيير رباط ونحن بنحبك وانا بحب الام تي في، انا يعني بحب الام تي في. وانت رح تطلع معنا؟ ما نشوف تطلع معنا اذا نادي موجود؟ لا مش ليش مش رح اطلع. طب اذا بنشيل نادي بطلع. رائع رائع شيف أنطوان، عن جد عن جد برافو. كيف سبقك اياها؟ اول شيء بدي اقول له للشيف أنطوان اهلا وسهلا فيك بخاطرك. انا شو ما تعمل شيف أنطوان مقبوله منك وانا بحبك، انت كنت تحبني وبطلت، انا رح ضلني احبك كل حياتي. بعرف هذا شيء صعب لانه اصعب شيء يكون حب من طرف واحد، بس مجبور كمل حياتي بقى، وهي بوسه لك.